بسم الله الرحمن الرحيم، هنتنقل لجزء جديد اللي هو المولكيولز والايونز. بس قبل ما ندخل في المولكيولز ونعرف ايه هي الايونز، تعال نعرف الاول الفرق بين الاتومز والمولكيولز. لو رجعنا ورا شوية وقلنا وافتكرنا العالم دالتون كان قال لي ايه، قال لي ان الماتر بتتكون من ايه، من تايني بارتيكلز، جزيئات صغيرة جدا، وسموها ايه، الاتومز. طيب لو انا عندي بقى هنا اتوم اكسجين، خدت اتوم من الاكسجين وعندي اتوم كمان من الهيدروجين، يبقى انا عندي هنا ايه، اتوم اكسجين وعندي اتوم ايه، هيدروجين، اتحدوا مع بعض هيكونوا له ايه، مولكيول. اخدت 2 اتوم من الهيدروجين، ادي 1 2، واخدت 1 اتوم من الاكسجين، طلعوا لي في الاخر مولكيول. المولكيول ده هيسموه ايه، H2O. يبقى اذا اتحدت الاتومز ما بين الهيدروجين او الاكسجين والهيدروجين عشان طلعوا لي مولكيول اسمه ال H2O. طب تعالوا ننزل نشوف ديت، عندي الاشكال اللي عندي دي. واحد يقول لي طب انت رسمت لنا البيوت ليه اصل انا بحب اللعبه ديت ايه وانا صغيره، واللعبه ديت هتقرب لنا شويه ايه ازاي المولكيول بتكون. اللعبة دي كلنا لعبناها واحنا صغيرين، عبارة عن ايه، طبعا مع تطور الازمنة ممكن تلاقي مثلا مكعبات دلوقتي اشكال تانية. يعني هنلاقي مثلا ان عندي هذا الاخضر، هذا الازرق مع الاصفر مثلا مع كيوب صغير بيعمل لي شكل. هنمثل الاشكال دي طبعا في الاخر ايه، بيعمل لي البيت ده، البيت ده اللي هو نهاية الشكل. هنمثل كل واحدة من دول بإليمنت، يعني مثلا ممكن يكون ازرق هو الاكسجين، ده الهيدروجين، الكربون هو الاخضر، النيتروجين، الكلورين الاف، كل واحده من دول حاجه. بحط 2 على بعض، ممكن احط الاكسجين على السي عشان يطلع لي مولكيول، ممكن احط السي على الاف عشان يطلع لي مولكيول، كل 2 او 3 ممكن يتجمعوا مع بعض عشان يطلعوا لي مولكيول اللي هو نفسه ايه، البيت اللي انا طلعت في الاخر ده اللي هو الشكل ده. تعالوا نشوف الكومباوند ده، الكومباوند قصدي المولكيول ده، المولكيول ده عباره عن ايه؟ قالوا لي نوات انا اتحدوا عندي مع بعضهم هيدروجين، تعالى عندهم كده 1 2 3 4 5 6، 6 هيدروجين مع 2 اتوم من الكربون مع 1 اتوم من الاكسجين، وطلعوا له مولكيول. المولكيول ده اسمه ايه، ايثانول. لابد ان احنا ايه نعرف الفرق الاول بين الاتومز والمولكيولز قبل ما نبدا نخش فين في الشابتر. ولو جينا شفنا المولكيول هنلاقي هي اما تكون داي اتوميك مولكيولز او بولي اتوميك مولكيولز، يعني يا اما بتكون من ذرتين او بتتكون من اكثر من ذرتين وبتكون بولي اتوميك مولكيولز. طب ايه الامثله عندي من الداي اتوميك مولكيولز؟ عندي امثلتها السي او، ادي 1 اتوم من الكربون و1 اتوم من الاكسجين، عندي كمان الاي 2 ادي 2 اتومز، البي ار 2 اتومز. لو جينا نشوف البولي اتوميك مولكيولز امثلتها، لو عندي مثلا ادا 1 اتوم من الكربون مع 2 اتومز من الاكسجين، ادا 2 اتومز من الهيدروجين، 1 اتوم من السلفر، و4 اتومز من ايه، من الاكسجين. طيب تعالوا نشوف بقى الايونز، يعني ايه ايونز؟ احنا بنقول ان الايونز، او احنا كنا خدنا قبل كده يقول لك ايه، دي ذره متاينه. متاينه يعني ايه؟ يبقى لا متاينه يعني لوس الكترونز او جين الكترونز، يا اما تكون فقدت الكترونات او اكتسبت ايه، الكترونات. طب لو فقدت الكترونات نسميها ايه، واكتسبت الكترونات نسميها ايه؟ اذا الذره ديت جين الكترونز معناها انها اكتسبت الكترونات، معناها ان عدد الالكترونات زادت عن عدد البروتونات، وبالتالي بتاخد نيجاتيف تشارج، وبنسميها في الحاله ديت انين. يبقى هنا وقت ايه نسميها انين، امتى؟ إذا زادت عدد الإلكترونات معناها إنها اكتسبت الإلكترونات، وزادت عدد الإلكترونات عن البروتونز. طيب إذا بقى هي لوس إلكترونز، فقد بقى الإلكترونات، إذا فقد الإلكترونات معناها إن عدد البروتونز بقى أكثر من عدد الإلكترونز، وتاخد إيه في الحالة ديت؟ بوزيتيف تشارج، وفي الحالة دي نسميه كاتاين، هنسميه كاتاين أينز. يبقى في عندي إيه؟ أنين أينز، وفي عندي كاتاين أينز. الأنين في حالة جين إلكترونز اكتسبت الإلكترونات ونسميها كاتاين، في حالة إذا كانت لوس إلكترونز معناها إنها فقدت إيه، إلكترونات. والأينز يا إما تكون مونو أتوميك أين، يعني بتحتوي على ذرة واحدة، أو بتكون بولي أتوميك أين، يعني بتحتوي على ذرات متعددة، يعني ممكن تكون 2، ممكن 3، ممكن 4.
طيب لو كنا نشوف المونو اتوميك ايون امثلتها، لو عندي مثلا اداء الصوديوم، الصوديوم عندي ايه؟ فقد الكترونات، معناه ان هو لوس الكترونز، يبقى عليه 1 بوزيتيف تشارج. هنا كمان السي يو فقد الكترونات، معناه ان عليه 1 بوزيتيف تشارج. هنا كمان ايه؟ اكتسب الكلور، اكتسب 1 الكترون، جين 1 الكترون، يبقى عليه 1 نيجاتيف تشارج. بينما الاتوميك بولي اتوميك اين لو جينا نشوف امثلتها السي او 3 وعليها 2 نيجاتيف تشارج، عندي كمان الاس او 4 مثلا يعني عليها 2 نيجاتيف تشارج، البي او 4 وعليها 3 نيجاتيف تشارج. في عندنا حاجة اسمها الأيونو كومباوندز اللي هي المركبات الأيونية. المركبات الأيونية بتتكون من الكاتاينز اللي هي الكاتيونات مع الأناينز اللي هي الأنيونات. واحد يقول لي إيه اللي أنت قلت عليه ده؟ أقول لك لا، أنت واخدهم قبل كده بس هنرجع عليهم برضه. لو أنا عندي ميتال فقد إلكترونات بيسموه كاتاين، يبقى عندي ميتال لا فلز فقد إلكترونات نسميه كاتاين، وإذا عندي نون ميتال لا فلز اكتسب جينز الكترون بنسميه انين. يبقى اذا الميتال فقد الكترونات يبقى كاتاين، والنون ميتال اكتسب الكترونات يبقى بنسميه انين. كاتاين من هنا مع انين من هنا بيديني في الاخر الايونيك كومباوندز. فعندي حاجه كمان اسمها الكوفالنت او المولوكولر كومباوندز، المركبات التساهميه. المركبات التساهميه بيبقى عندي تو نون ميتالز، لو عندي لا فلزين او اتنين لافلز يعني، او ميتالويدز اللي هو اشباه الفلزات، اشتركوا في اتنين او اربعة او ستة الكترونز من غير ما يتنقل الكترونز، من غير ما يتنقل اي الكترون، في الحالة دي بنسميها ايه؟ كوفالنت كومباوندز، مركبات تساهمية. تعالوا نشوف بعض الاكزامبلز على الايونو كومباوندز. احنا قلنا ان الايونو كومباوندز عبارة عن ايه؟ بتبقى ميتل مع نون ميتل. طب لو عندي كومباوند زي ده اعرفه منين ايونيك ولا كوفالنت؟ هنشوف الطريقه ديت ونعرف بها ازاي نفرق بين الايونيك كومباوندز والكوفالنت كومباوندز. احنا هنجيب البريودك تيبل الجدول الدوري، وهنعمل ايه؟ هنفصل الميتال عن النون ميتال في البريودك تيبل. هنفصلهم ازاي؟ هنعمل المدرج ده، هنبدا هنا اهو ونعمل السلم ده. شايفين السلم ده؟ ده سلمه 2 اهو. يلا ماشي. بس هنعمل السلم ده في الحته دي، هيفصل لي الميتال عن النون ميتال، وفي الحاله ديت اقدر بالطريقه ديت اعرف افرق بين الايونيك كومباوندز والكوفالنت كومباوند. تعال نبدا نشوف. ادي عندي ال NaCl، احنا قلنا ايه؟ ان ميتال مع نون ميتال. ال Na فين اهو؟ ادي ال Na، هنغير اللون بقى مع بعض كده، طلع لي لون اصفر. ماشي، هذا ال Na، ادي ال Na ايه؟ عباره عن ايه؟ ميتال صح. وعندي ايه؟ Cl هنا ايه؟ نون ميتال. يبقى ليه ميتال مع نون ميتال؟ يبقى في الحاله ديت يبقى اسمه ايه؟ ايونيك كومباوند صح. نشوف واحده ثانيه، عندي CuF2، السيو فين؟ السيو ميتال. تعال نشوف هي مكانها فين. هنا على شمال ايه السلم اللي انا عملته؟ ادي السيو صح. يبقى ده عباره عن ايه؟ ميتال مع الاف 2. تعال ندور عليها مكانها فين. هنا؟ لا هناك اهي، شايفينها اهي؟ ادي الاف، ادي الاف، يبقى ميتال مع نون ميتال، في الحاله دي بيسموه ايه؟ ايونيك كومباوندز. ناخد واحده ثالثه، واللي هنا وتر عندك الليثيوم، وده الان والاو. الليثيوم فين؟ هنا على شمال البريودك تيبل، ادي الليثيوم صح. وده الان والاو، معايا اتنين ايه ادور عليهم؟ الان موجود في اي منطقه؟ هنا اهو، ادي النون ميتال، والاكسجين كمان جنبه على طول اهو، ما حدش يروح بعيد، شايفينه اهو. يبقى اتنين نون ميتال، يبقى واحد ميتال مع نون ميتال، فيسموهم ايه؟ ايونيك كومباوندز. عرفنا نقدر نجيب الايونيك كومباوندز ازاي؟ سهله اهي. تعالوا نشوف بقى هنا هو كمان ازاي اعرف المولوكلر او الكوفالنت كومباوندز اللي بتبقى عباره عن ايه؟ نون ميتالز. طيب تعال ناخد ايه الاكزامبل ده، بيقول لي ايه ال SO2 هل هو ايونيك ولا كوفالنت؟ تعال ندور عليه، المفروض يكون ايه؟ نون ميتال. نشوف فين ال SO، ال S هنا؟ لا على الناحية التانية. تعال نروح نجيبها من الناحية اليمين، ال S فين؟ ادي ال S في منطقة ايه؟ النون ميتال صح. وال O موجودة في نفس المكان، يبقى في الحالة دي اسمه ايه؟ مولوكلر او كوفالنت كومباوند صح. طب تعال نشوف الكومباوند اللي جاي ده H2O.
تقدر تقول لي ده ايونيك ولا مولكولر؟ ها شايفين الاتش فين؟ الاتش قاعد هنا اهو، والاكسجين قاعد هناك في النانومتر. طب ده ايه، ايونيك كومباوندز ولا مولكولر كومباوندز، يعني كوفالنت كومباوندز؟ اقول لك لا، خلي بالك، مش احنا قلنا ان الهيدروجين قبل كده اكسبشنال كيس، ساب اصحابه من منطقه النون ميتال وراح قعد مع الميتال، بيعدل وضعه يعني، ساب كرسينا اهو وراح قعد في اول كرسي في السينما. فالحاله ديت اسمه ايه؟ نون ميتال. يبقى في الحاله ديت الهيدروجين مع الاكسجين اعتبره هنا، هاتوا اقعدوا هنا في الحته في يعني معاهم كده. يبقى في الحاله ديت اسمه ايه؟ نون ميتال. يبقى نون ميتال مع نون ميتال، يبقى في الحاله ديت ايه؟ كوفالنت كومباوند، صح؟ ناخد بالنا من النقطه دي. الهيدروجين اكسبشنال كيس، حاله استثنائيه. كمان عندي هنا وقت السي 3 اتش 8 او، السي فين؟ ده السي، ده الكربون، وده الاتش مكانها هناك، بس نرجعها هنا نون ميتال. والاكسجين ده الاكسجين، كلهم في ايه؟ نون ميتال. يبقى في الحاله دي اسمه ايه؟ مولكولر او كوفالنت كومباوند. تعالوا شوفوا السؤال ده بيقول لي ايه. بيقول لي how many elements are found in period 3، في ال period 3 in the periodic table. ها السؤال ده سهل جدا، ما فيهوش حاجه. لو رحنا عدينا كم element موجوده في ال periodic 3 هنلاقي كم؟ 8 elements. نروح نعدهم. في سؤال تاني بيقول لي ايه، بيقول لي to form a nine، عشان تكون anionase المغنيسيوم اتوم بيحصل له ايه؟ ها ايه رايكم بيحصل له ايه؟ المغنيسيوم اتوم موجود فين؟ ها في الجروب 2. وقلنا ان الجروب 2 عامه اللي هي منطقه الميتالز بتميل الى انها بتفقد الكترونات، وبما انها في جروب 2 يبقى اذا ايه؟ بتفقد 2 الكترونز، فعشان كده هنلاقي ايه؟ loses 2 الكترونز، بتميل الى ان هي او هي يعني بتفقد 2 الكترونز. هل هي كمان بتفقد 7 الكترونز؟ لا، جين 2 الكترونز، لا، لوزز 1 الكترون، لا، جينز 1 الكترون. يبقى الاجابه الصحيحه هي ايه؟ لوزز 2 الكترونز. تعالوا نشوف السؤال ده بيقول لي ايه. بيقول لي which of the following is not an example of alkali metal. اي عناصر من اللي جايين دول مش alkali metal؟ ها احنا عارفين الالكالي ميتال موجوده فين؟ ها في الجروب 1، صح؟ مش احنا سمينا الجروب 1 الكالاي ميتال، او الاسم الثاني للجروب 1 هي الالكالاي ميتال. طب ايه اللي موجود في الجروب 1؟ تعال نشوف مع بعض. موجود الليثيوم في الجروب 1، موجود كمان السيزيوم في الجروب 1، موجود كمان البوتاسيوم في الجروب 1، موجود كمان الروبيديوم موجود. ايه اللي مش موجود؟ اللي مش موجود فيهم الوحيد اللي مش الكالاي ميتال هو الاي تي. تعال نشوف السؤال الثاني ده. بيقول لي which of the following elements، اي من العناصر اللي موجوده دي has a common ion with a 2 positive charge، مين فيهم عليه 2 positive charge؟ ها 2 positive charge معناه ان هو موجود في الجروب 2، يبقى اذا عليه 2 positive charge. يبقى اذا مين موجود في الجروب 2؟ هل لسه موجود في الجروب 2؟ لا، وفان وده وده، بس الوحيد اللي موجود في الجروب 2 اللي هو ايه؟ الام جي. يبقى زي الام جي هو الاجابه الصحيحه اللي عليها ايه؟ 2 بوزيتيف تشارج. تعال نشوف السؤال ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي which of the following compounds، اي من المركبات التاليه ديت are likely to be molecular، احتماليته الاكبر او يعني اكثر احتماليه ان يبقى هو molecular compounds. البي بي سي ال 2 والاي اف والمركبات الاربعه اللي موجودين عندي دول. تعالوا نشوف مع بعض. احنا قلنا ايه؟ المولكولر عباره عن ايه؟ اتنين نون ميتال مع بعض، صح؟ تعالوا نشوف مين النون ميتال مع بعض. ده عباره عن ايه؟ ميتال مع نون ميتال، صح؟ ده ايه؟ ميتال مع نون ميتال. ده ايه؟ ميتال مع نون ميتال. لكن البي 2 اتش 6 عباره عن ايه؟ 2 نون ميتالز. يبقى في الحاله ديت الوحيد اللي فيهم ايه؟ المولكولار كومباوندز اللي هو البي 2 اتش 6. نطبق طبعا القاعده اللي احنا كنا خدناها، نجيب البريديك تيبل ونعمل مدرج او السلم اللي احنا كنا خدناه من شويه، هنوصل للحل ده نفسه. طب نشوف السؤال ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي which of the following compounds are likely to be ionic، اي واحد من المركبات اللي موجوده عندي ديت احتماليتها تكون ionic compounds. تعالوا نشوف مع بعض مين الاحتماليه تكون ايونيك كومباوند. الايونيك كومباوند عباره عن ايه؟
ميتال مع نان ميتال. تعالوا ندور نشوف مين فيهم ميتال ومين فيهم نان ميتال. الاثنين الاولين دول عباره عن ايه؟ ها سمع، الاثنين نان ميتال صح. طيب وده الاثنين نان ميتال ودول كمان ايه؟ نان ميتال. طب تعال نشوف ده ان اي وبي ار عباره عن ايه؟ 1 ميتال مع 1 نان ميتال. يبقى في الحاله دي مين فيهم الايونيك كومباوندز؟ هو الان اي بي ار. لو طبقنا الجدول البريديك تيبل وعملنا المدرج هنقدر نوصل لاي كومباوندز اذا كان ايونيك او اذا كان كوفلنت. تعال نشوف السؤال ده كمان بيقول لي which elements are mostly likely to form ionic compounds؟ اي عناصر من اللي جايين دول احتماليتها انها تكون لي مركبات ايونيه؟ رقم 1 2 3 4 ها معايا؟ نبص مع بعض. احنا عارفين ايه؟ ان الايونيك كومباوندز بتتكون من الميتالز مع النون ميتالز. تعال نشوف مين فيهم ميتالز ونون ميتالز. ها شايفين؟ أظن شايفينها كويس جدا إنها رقم 3. رقم 3 هي الميتالز مع الهالوجينز، ميتالز مع نون ميتالز، يبقى رقم 3 هي الإجابة الصحيحة. تعال نشوف سؤال تاني بيقول لي common examples أمثلة شيعة من الداي أتوميك مولكيولز، المولكيولز اللي بتحتوي على إيه؟ ذرتين من الجروب 7A. من الجروب 7A elements include مين فيهم examples او امثله شائعه للجروب 7A داي اتوميك مولكيولز؟ الاولاني فلورين والهيدروجين. ستوب، الهيدروجين مش معانا لان الهيدروجين فين؟ هل هو في جروب 7A؟ طبعا لا. النيتروجين والكلورين والبرومين موجودين في جروب 7A؟ النيتروجين لا طبعا. الايودين رقم 4، الايودين والليد والاكسجين موجودين في جروب 7A؟ لا طبعا. يبقى اذا لو جينا نبص رقم 3 هي الاقرب انها ايه؟ تكون في 7A لانه موجودين كلورين والبرومين والايودين موجودين في جروب 7A. يبقى الاجابه الصحيحه كام؟ رقم 3. تعال نشوف السؤال ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي هيدروجين از ا، الهيدروجين از ا نوبل جاز ولا نون ميتال ولا الكلاي ميتال ولا هالوجين؟ ايه رايكم؟ فاكرين لما كنا قلنا ان الهيدروجين جاء من الناحيه اليمين او حطهولي من الناحيه اليمين ونقلهولي الى الناحيه الشمال فقعدوه في اول كرسي قصاد السينما في اول مكان في اول صف على طول وفي اول واحد في الجدول، فهو جاي منين؟ من النون ميتال. ما ننساش النقطه ديت ان هو نون ميتال. يبقى اذا الاجابه الصحيحه ان الهيدروجين از ا نون ميتال. طب تعال نشوف السؤال الثاني بيقول لي which metallic elements، اي عناصر من دول most likely بتحب to form a catalyst، تكون لي كاتيونات with different charges مع الشحنات المختلفه؟ هل هو الالكلاي ميتالز ولا ترانزيشن ميتالز ولا الالكلاين ايرث ميتالز ولا الميتالويدز؟ ايه رايكم؟ اظن واضحه ان هي ايه؟ الترانزيشن ميتالز اللي تستطيع انها تكون لي ايه؟ كاتاينز مع الشحنات المختلفه زي الاف اي زي السي يو صح.